مستشفى سوهاج الجامعي ابتدى تشغيل وحدة علاج الألم. الوحدة دي فيها أحدث الأجهزة والتقنيات والعلاجات اللي بتساعد في إنها تحدد مصدر الألم والقضاء عليه. تعالوا مع بعض نتعرف على التفاصيل في التقرير اللي جاي. مستشفى سوهاج الجامعي القديم شهد تشغيل وحدة علاج الألم، وتم البدء بتوقيع الكشف وعلاج 360 حالة من المترددين على وحدة علاج الألام بالمستشفى، حيث تعتبر الوحدة من الوحدات المتميزة التي تساعد في تحديد مصدر الألم والقضاء عليه أو الحد منه باستخدام أحدث التقنيات في التشخيص مع العلاجات الطبية والتداخلية. وتم تزويد وحدة علاج الألم بجهاز التردد الحراري وجهاز الأشعة التلفزيونية، وجاري التعاقد على شراء جهاز أشعة كارم، حيث إن الوحدة متخصصة في علاج آلام الأمراض المزمنة مثل آلام العمود الفقري والأعصاب وآلام المفاصل وآلام الأورام السرطانية. وتعمل الوحدة يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً حتى نهاية الحالات، ويتم تحويل العمليات الخاصة بالوحدة إلى المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة. نعرف تفاصيل أكثر عن وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج الجامعي. بينضم إلينا دكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج. يعني صباح الخير على حضرتك. إضافة علمية وطبية جديدة، وكتير مننا بيحتاج إلى هذه الوحدة، وحدة علاج الألم. حابين نعرف من حضرتك يعني تفاصيل وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج، الأعمال اللي بتقدمها للمرضى ومرتادي المستشفى. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذنا، صباح الخير حضرتك الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا حضرتك في مستشفى سوهاج الجامعي كنا حريصين دائما على تقديم ما هو جديد للمرضى ومواكبه الحديث في العلم لتخفيف الالام على مرضى الصعيد والمرضى المترددين على مستشفيات سوهاج الجامعي. حضراتكم طبعا موضوع الالام ده او بالذات الالام المزمنه هو شيء معوق للانسان، هو ما بيقدرش يؤدي عمله، انتاجيته بتقل، فضلا عن حقه كانسان في تخفيف هذه الالام. وده اللي حاز به المستشفيات الجامعيه اتخاذ كل ما لديها من اجراءات علميه لمجابهه هذه المشكله، فانشئت وحده علاج الالم التابعه لقسم التخدير والعنايه المركزه وعلاج الالام. هو قسم اسمه كده، قسم التخدير والعنايه المركزه وعلاج الالام. مسبباته حضراتكم كانت كثيرة جدا، الألام المزمنة في الحوض، سواء المشكلة المتعلقة حتى بمرضى الأورام ومرضى السرطان، المشاكل المتعلقة بأمراض الجهاز العصبي، الأمراض المتعلقة بالألام المزمنة في الحوض، وبالتالي كان لابد من وضع حد لهذه المشكلة أو مساعدة المرضى في تخفيف هذه الألام. إزاي بقى يا دكتور؟ معلش النقطة دي مهمة جدا نتكلم فيها. الألام دي بتبقى مشخصة ولا بيبقى المريض بيشعر بأنه هو متألم ومش عارف يروح لمين علشان يقول له علاجي إيه؟ هو إحنا بيجينا حالات، مجموعتين من الحالات، مجموعات من الناس هي عندها ألم مزمن مش عارفة مصدره إيه ومش عارفة مكانه فين، فبيبقى مطلوب من الأطباء العاملين أو الزملاء أو الأساتذة العاملين في وحدة الألم تحديد مصدر الألم ده أولاً. بعض الحالات بتبقى جايه متشخصه لانها عندها بعض الاورام في اماكن من الجسم، فبتعمل الام مزمنه مستمره، وبتبقى الفيصل هو محاوله تخفيف الالام عن هؤلاء المرضى. طب اتفضلي يا فندم. لا بحضرتك طبعا اتفضل. الحاجه بدانا حضرتك ناخذ خطوات مختلفه وطرق مختلفه لعلاج الالام، سواء عن طريق الوخز بالابر السنيه، سواء عن طريق التحفيز الكهربائي اللي هو التنس، أو حضراتكم ما هو حديث اللي هي وحدات التردد الحراري، دي كلها أو التردد الإشعاعي، دي كلها وسائل مستحدثة لعلاج الآلام. بدأت الوحدة عندنا منذ فترة وتم تحديثها بأجهزة التردد الحراري أو التردد الإشعاعي، علشان حضرتك نساعد المرضى بتوعنا في هذه المشكلة. قام بها الزملاء في وحدة في قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام. احتاجت بعض الأجهزة المستحدثة، الحمد لله المستشفى الجامعي وفرت هذه الأجهزة، سواء جهاز السيار محدد عشان يقدر يحدد مكان الألم فين، أو جهاز التردد الإشعاعي علشان نقدر نساعد المرضى بتوعنا.
بدأنا نعمل حضراتكم نوع من الدعاية أو التوعية لكل المستشفيات في محافظة سوهاج أو في الصعيد عشان نعلمهم بوجود هذه الوحدة علشان يقدروا يحولوا المرضى دول علينا علشان نقدر نساعد المرضى في الصعيد. يعني في استخدام للوسائل والتقنيات الحديثة في علاج الألم، وحضرتك أشرت لنقطة مهمة عايز أسأل حضرتك أيضا فيما يتعلق بأنه الوحدة الخاصة بعلاج الألم بمستشفى سوهاج لا تخدم فقط أهالي سوهاج، هي بتخدم محافظات أخرى كمان في الصعيد. وعايز أسأل حضرتك فيما يتعلق بتكاليف الكشف والعلاج وإزاي بتساهموا بتبسطها للناس. لا، هي التكاليف على تكاليف مبسطة جدا اللي احنا حضرتك بناخدها، ما بيدفعش، ما بيتكبدش أموال عليه حضرتك. غير كده إن احنا كل المرضى عندنا خاضعين لجزء من حاجة، يا إما خاضع للعلاج على نفقة الدولة أو خاضع للتأمين الصحي. حتى اللي هم الغير خاضعين لنفقة الدولة أو للتأمين الصحي، الرسوم المقررة داخل الوحدة هي رسوم مبسطة، لأن احنا كل شغلنا في المستشفيات الجامعية ليس غرض منه تحقيق الكسب المالي، والغرض منه مساعدة الناس في الأساس. وبالتالي حضرتك احنا المريض عندنا لما بيجي لا يعاني من أي تكاليف تذكر، وحتى لو كان في بعض الرسوم بتبقى رسوم بسيطة ما بتجهلش، يعني لا تزيد على كاهل المريض. أكيد، كل الشكر ليك دكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك.